يهمنا كمواطنين انه نضمن انه ما يكون عندنا تجار يستغلون على الازمه يرفعون الاسعار، ولا تلقاهم يخزنون بعض المواد، يعني سواء كانت كلنا احنا المعقمات ولا الكمامات، او حتى احيانا يمكن يعني مواد استهلاكيه يمكن عليها اقبال كبير هالفتره. كيف يمكن الوزاره تضمن انه ما يكون في تلاعب بالاسعار او رفع بالاسعار او اي شيء من هالمخالفات؟ طبعا حق المستهلك في أن يجد سلعة بسعرها المناسب والعادل هو خط أحمر للوزارة. المخالفات اللي ضبطت الآن وعدد البلاغات 16500 كان نصفها بالضبط مغالات في الأسعار. المغالات في الأسعار نوعين، لابد نعرف أنه إحنا في أزمة عالمية تتأثر حركة الاستيراد والتصدير، تتأثر حركة الشحن، حركة النقل، حركة التأمين، كل ما يتعلق بإمداد السلعة يتأثر. لذلك ارتفاع السعر له نوعين، النوع الأول اللي هو بسبب العرض والطلب والعوامل العالمية، هذا تراعيه الوزارة وتتأكد منه من خلال فوترة السلعة، من خلال المورد الأول وكافة مستندات جلب هذه السلعة. المسار الآخر وهو المغالات والتلاعب في السعر واستغلال هذه الأزمة، هذا أيضا تضرب فيه الوزارة بيد من حديد. العقوبات فيه شديدة جدا، العقوبات فيه إذا ثبت أن هذه المنشأة تقوم بالتلاعب بسعر السلعة في ظروف وأزمات مهيمنة وتوجد انطباع خاطئ عند المستهلك أن هذه السلعة تمر بأزمة، الغرامة تصل فيها إلى 10 ملايين ريال. جميل. أو إلى 10% من المبيعات السنوية، أو إلى 3 أضعاف الأرباح المتحققة من تلاعبه بالسعر، وهذه بالتعاون بين وزارة التجارة وهيئة المنافسة. عقوبات رادعة. جميل. الوزارة تقوم بجولتها الرقابية وتدعو المستهلكين في حال وجود ورصد وملاحظة أي رفع للسلعة وسعرها الإبلاغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بلاغات 1900. جميل. إذن ألف وتسعة. شكرا لك أخوي عبد الرحمن الحسين، متحدث رسمي وزارة التجارة. 1900 هذا الرقم احفظوه، أي أحد تشوفون تلاعب بالأسعار بلغوا وزارة التجارة ولا تسكتون، صوت المستهلك يجب أن يوصل لأي واحد من التجار اللي يحاول أن يتلاعب بالأسعار ويستغل هذه الأزمة.